أسعدتم صباحا مشاهدينا، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. اللا مبالاة وخيانة الأمانة هو العنوان الأبرز لمعاناة الساكنة ببعض مناطق الظل التي لم يتغير حالها وبقيت المعاناة ترسم يومياتهم. تحايل وخيانة للأمانة وتلاعبات من العهد البائد في إنجاز مشاريع بمناطق الظل. وليد زروق. نعود وللمرة الثالثة إلى مناطق الظل، لعل ضوء الشمس قد أنارت ولو جزءا بسيطا مما يعيشون. نهار اللي جاو الصحافة جا شاف دايرة جا المير لابريكاد وما أدراك مقلعة الدنيا هنا معاهم، منين لعقوا هدرت الحقيقة قلت لهم باللي الإشغال بدات وما فرانت كيبردوا في الحمى. الإشغال منين بدات الصحافة قلعوه وما قلعوا معهم لا رجوع. هنا بدوار ولاد مصطفى بغليزان، وفي آخر زيارة لنا زود الحاج مصطفى بالماء الشروب، إلا أننا وجدناه دائما في حالة عطش. جو فتحوا لنا الماء، قالوا لنا الماء واحد سمانة ولا سمانتين، ومن بعد هذاك ضمنوا رواحهم جاو داو الكونتير وبلعوا الماء ورحنا رانا خلصوا. تركنا في المرة السابقة ورشة الأشغال منطلقة لإصلاح الطريق وتعبيدها بدوار وصرية بولاية شلف، إلا أن الطريق لا تزال مهترئة إلى اليوم. جاب الصحافة التلفزيون العمومي جاي يفرحوا فينا هنا، فرحنا نسجغرتوا ينجروا فيها ويصوروا فيها بالبركة عليكم، فرحنا على كل حال والله إلا فرحنا. قلنا صاير أنا في عالم واحد آخر كي شافنا الطريق. هي احتسبنا الدقيقة القش ورايح، بلعنا له القش، قال لك اودي ما خرجتش وانت طريق هذه من ما خرجتش علاه تروح تخدمها. بأم العظام بولاية الجلفة وكأن شيئا لم يتغير، وإن حضرت التجهيزات والمعدات منذ ثلاثة أشهر. الطريق كانت مسكرة، مسكرينها برون بليات واحد ما يمشي فيها، الطريق فيه داري السواعرة. قال لهم هاي المقاول بدا يخدم. ديمارات الصحافة المقاول سكر الطريق. يعود سكرها. أما هذا الجسر بقرية حمريط بولاية المسيلة فقد تغير حاله. هذه المرة الثانية هو يترقى هذا الجسر، المرة الأمطار الأخيرة شوف فسرات له، يعني ما عنده حتى حل هذا إلا أن يكون جسر كبير. المسلك هذا قطع نهائيا وفصل سكان القرية أصلا عن المناطق الأخرى. وبتبرتقة بولاية خنشلة لا يزال المواطنون يطالبون بما وعدهم المسؤولون. وعدونا بالتريسيتي، وعدونا بغاز المدينه، وعدونا بالتصفيه، مصفات باش ننقذوا البجر من الاخر من التلوث والبيئه والاخر. لحد الساعه مازال ما عندنا حتى مشروع انطلق. الزيارات والتحضيرات والاخر يوميا كاينه، بصح المشاريع لحد الان مازالت ما انطلقتش. قضيه الكهرباء لحد الساعه ما عندناش الكهرباء. قضيه الطرقات المسار كاكتوب ما عندناش طريق يوصل قد السكان تاعو. لحد الساعه نسبه المشاريع راهي 0%. بتقمرت الشرقية بتمنراست وإن التحق الطبيب بالعيادة الطبية إلا أن السكان لا يتلقون العلاج هنا. عنده واحد ثلاثة أشهر الله هنا، جاءوا جايبين جاءوا من تاع السبيطار هنا زعما جايبين فرملي وما كان حتى شيء، جاءوا فتحوها هضرنا ليهم وما كان والو. كي هضرنا ليهم قلنا ورنا فرملي قالوا دوك نرجعوا لكم السمانة نرجعوا من تما ما شفناها. آخر زيارة لنا للحي القصديري سيدي الشحمي بولاية وهران تركنا معالم التغيير بادية، إلا أنها تغيرت فقط في أذهان الساكنة. هما داونا ورونا الموقع اللي غادي نسكنوا فيه، قال لك أودي هذا هو الموقع تاعكم الرسمي على أساس تاع الفوضاوي هذا باش ترحلوا فيه حي الضايع. اغلبيه تاع المواطنين هنا مكلفيني انا باش نتكلم يعني بالنيابه عنهم، هذه الكلمه راهم يعني يطالبوا بوثائق تثبت ان المساكن تاع واد حي التليلات هي تعود لهم، يعني تثبت بان السكان غادي يحلوا لهم تاعهم. يبدو ان الحال تغير امام عدسات الكاميرات لا تطبيقا للتعليمات. بسيدي غانم بولايه وهران لا يزال الواقع على حاله. في هذه السيموا كاع اللي فاتت على الروبورتاج تاع القديم ما زادوناش حاجه، ما زاد. اتقوا الله فينا، خافوا ربي، احنا غير زواولا
ورانا باغين افونسو لقدام، وهذه ماشي حاجه احنا ما راناش نقول لكم ولا هذا، غير رانا نطلبوا غير بالبق وتفتحوا لنا دار الشباب ومكتب البريد والنقل. هذا ما كان دير بيا ببليزيتي انايا، تجيب لي راير وطنيه تقول لي هاك علام وتفوت لي باللي منطقه الظل، جبت لها منطقه الظل هذه وصل لها رئيس الجمهوريه باش تجيب لها الماء، وكاع بصح على بالها باللي احنا نعرفوا العلام غايه لاباس، خاصنا حنايا يعني تجيب لي الماء وتجيب لي الغاز وتجيب لي الطريق وتجيب لي النقل وتجيب لي. رئيس تبون مازالت العصابه على برا، مازال تخدم كيما كانت تخدم، وتخوف بالحباس وتهدد فينا تسكت وتموت، تسكت وتباصي. يشعر الجميع بتلاعبات بعض المسؤولين، ويبقى املهم ان يتغير الواقع حقا في الميدان. وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 8 أوت الجاري مراسيم إنهاء مهام رؤساء الدوائر الآتية أسماؤهم: السيدة نادية نابي رئيسة دائرة ولاد عبد القادر بولاية شلف، محمود غريب رئيس دائرة فيض البطمة بولاية الجلفة، رضا خيذر رئيس دائرة السانية بولاية وهران، فتحي بالمصطفى رئيس دائرة الرمكة بولاية غليزان. كما تم توقيف رؤساء البلديات التالية: رئيس بلدية سيدي شحمي دائرة السانية بولاية وهران، رئيس بلدية سوق الحد دائرة الرمكة بولاية غليزان، رئيس بلدية أولاد عبد القادر بولاية شلف، رئيس بلدية أم العظام دائرة فيض البطمة بولاية الجلفة. كما أحيل كل رؤساء البلديات المعنيين على التحقيق بخصوص خلفيات هذه التصرفات في حق المواطنين وإنجاز المشاريع بمناطق الظل. هذا وتم إنهاء مهام مسؤولي الأقسام الفرعية لقطاعي السكن والأشغال العمومية في الدوائر التالية: دائرة أولاد عبد القادر بولاية شلف، دائرة فيض البطمة بولاية الجلفة، دائرة ولاد دراج بولاية المسيلة. هذا وقد تم إنهاء مهام المسؤول الأول عن القسم الفرعي للموارد المائية لدائرة الرمكة بولاية غليزان. ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية أمس اجتماعا خصص لدراسة الأوضاع الأمنية والمالية في البلاد عقب أزمة ندرة السيولة التي سادت أياما قليلة قبيل العيد. وحضر اللقاء إلى جانب الوزير الأول مدير الديوان برئاسة الجمهورية ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، وكل من وزير العدل حافظ الأختام، وزير المالية، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، محافظي بنك الجزائر، ومسؤولين من مختلف الأجهزة الأمنية. تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تنظم اليوم وغدا وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لقاء الحكومة الولات بقصر الأمم نادي الصنوبر بالجزائر العاصمة. اللقاء سيخصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداد في اللقاء الأول، وسيسلط الضوء على تقييم تنفيذ برنامج التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل، تعزيز الرقمنة والإحصاء، محاربة البيروقراطية، وتقييم مدى تنفيذ إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19، الاستعدادات للدخول الاجتماعي المقبل، وكذا تقييم وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية. طبقا لأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يحيط السيد مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني الرأي العام علما بالمتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بالبليدة من أجل
تهم الخيانة العظمى الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية في حق كل من المساعد الأول المتقاعد بونويرا قرميط والرائد درويش هشام والعميد المتقاعد بالقصير غالي، طبقا لنص المادة 63 الفقرة الثانية من قانون العقوبات. وقد قام قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بوضع المتهمين بونويرا قرميط ودرويش هشام الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة، كما أصدر أمرا بالقبض ضد المتهم بالقصير غالي. في البيان الصادر يوم السبت 8 أوت الجاري الذي حدد نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والمقاهي والمطاعم مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء، تذكر مصالح الوزير الأول بأن هذا القرار يستثني في الوقت الراهن حمامات السباحة وأحواض السباحة الأخرى سواء كانت داخل الفنادق أو في الفضاءات الأخرى المخصصة لذلك. في القطاع الصيدلاني تفقد أمس وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد تفقد مدى جاهزية مجمع صيدال بالحراج والدفعة الأولى من الكلوروكين التي ستوجه للصيدلية المركزية للمستشفيات. إن مجمع صيدال بمثابة رمز للدواء يعتبر بالإضافة إلى القطاع الخاص قطب عمومي ضامن للسيادة في المجال الصيدلاني، إذ بينت أن جائحة كورونا مرة أخرى مدى أهمية الإنتاج المحلي الذي استطاع في هذه المرحلة الصعبة من استجابة إلى طلب وحاجيات السوق الوطنية فيما يخص الأدوية والمستلزمات الطبية. واليوم يعني حضرنا بالتصنيع هيدروكسيكلوروكين هنا في مصنع الحراش اللي تابع مجمع صيدال. وفي تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، عرض أمس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار مستجدات الوضع الصحي في البلاد بالمؤشرات والأرقام. تسجيل 492 حالة جديدة، يصبح المعدل في خلال 24 ساعة كما يلي: 1.1 حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 27 ولاية سجلت أقل من 10 حالات و21 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات، سجلنا 10 وفيات في خلال 24 ساعة الأخيرة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت الاستشفاء في 24 ساعة الأخيرة، عددهم وصل إلى 372 خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء حسب المعايير المعتمدة، عددهم في زيادة بحيث وصل اليوم إلى 25,263، منهم 343 حالة تمثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء، عندنا حاليا 449 حالة في العناية المركزة. دوليا، وإثر انفجار مرفأ بيروت بلبنان، يساهم الوفد الطبي الجزائري بالمركز الطبي لجامعة القديس يوسف ومستشفى المنظر الجميل ببيروت في إغاثة المصابين وعلاجهم، وهو ما ثمنته الأطقم الطبية والمرضى. مبعوث التلفزيون الجزائري إلى العاصمة بيروت مليك زجولي. توافد العديد من الجرحى على المستشفيات اللبنانية وبأضعاف القدرة الاستيعابية لها صعب من مهمة الأطقم الطبية، فكان لزاما على الجزائر أن ترسل 11 طبيبا في مختلف الاختصاصات تحت مبدأ الأشقاء وقت الضيق، فهذا أحد الضحايا الذين لم يتماثلوا للشفاء بعد إجراء عملية مستعجلة يثمن ما يقوم به الوفد الجزائري الطبي. لدي الكثير من الزملاء الجزائريين بالجامعة، وكلهم أرسلوا إلي فيديوهات يتضامنون فيها معي، وأنتم اليوم معنا نحن الشعب اللبناني في هذه المحنة وفي كل ما حدث، وهذا ما أثر في حقا. سنكون دائما معا
متضامنين. التفاتة لاقت استحسانا كبير لدى الأطقم الطبية اللبنانية. كنا كثير عن جد مأسرين وجي فون دو كور من لكم ميرسي كثير لانكم كنتم موجودين لانكم حسيتوا معنا لانه جيتوا تفرجونا انه انتم هون. الحمد لله خرجوا من الازمه الصعبه هذه والامور راهي ترجع لمجاريها وحنا نرجعوا للجزائر مطمئنين لان كل شيء راه راجع ان شاء الله تمام وان شاء الله اليوم يبداو لا ريكونستركسيون دو بيروت. بالرغم من الحمد لله كل المرضى اخذت العنايه المفروض تاخذها ما كان في اشكاليه على الموضوع هذا وبعدنا لليوم عم نحاول نعمل سبورت كل ما اجى عندنا حدا مريض بحاجه بعد لدريسنج غيار جروح او فك قطب او شيء عم نحاول نقف بعض خاطرهم ونتساعد نحن وياهم قدر المستطاع. الجزائر شاركت باربع طائرات تاع مواد طبيه وطاقم طبي وطاقم حمايه مدنيه وطاقم تاع الهلال الاحمر الجزائري وهذا كان في إطار التعاون ما بين الشعبين الجزائري واللبناني ونحن متضامنين معكم وحسينا واش حسيتوا أنتما. الجزائر حاضرة بوفدها الطبي وبمساعداتها وذلك من أجل الحفاظ على سياسة الدولة الجزائرية في تقوية روح التضامن الإنساني مع الدول الشقيقة. من مستشفى المنظر الجميل ببيروت مبعوث التلفزيون الجزائري إلى لبنان زجولي مليك. شن الطيران الحربي الإسرائيلي الليلة الماضية سلسلة من الغارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة. من جهة أخرى تم فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة أمس لمدة 3 أيام في حين أغلقت سلطات الاحتلال مركز عبور للسلع مع القطاع. الأمر الذي سيفاقم حسب المسؤولين الفلسطينيين الوضع الإنساني ويضيق الخناق أكثر على الفلسطينيين. أزيد من 20 مليون مصاب نصفهم في القارة الأمريكية ونحو 737 ألف حالة وفاة هي الحصيلة الجديدة لفيروس كوفيد-19 في العالم. ومع ارتفاع أرقام الضحايا تسارع السباق بين الدول الكبرى لإيجاد لقاح فعال ضد الوباء. ففي روسيا أعلن فلاديمير بوتين أمس تسجيل بلاده لأول لقاح ضد وباء كورونا المستجد مؤكدا أن اللقاح الروسي ذو فعالية ومناعة دائمة وأن 20 دولة طلبت مليار عبوة منه. أما أندونيسيا فقد بدأت استخدام لقاح صيني في مرحلته الثالثة على نحو 1600 متطوع في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لشراء 100 مليون جرعة لقاح من مخابر موديرنا الأمريكية التي بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. الموعد يتجدد معكم في تمام 10 في موجز لأهم الأخبار. أترككم في أمان الله.